السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الطالب، بعد أن قمنا بشرح درس بطولات من الأردن، سنبدأ الآن بحل الأسئلة، ونبدأ بأسئلة معاني المفردات والتراكيب. والسؤال الأول: صل الكلمة في العمود الأول بما يناسب معناها في العمود الثاني، أي أنه عليك أن تصل الكلمة بمعناها في العمود الثاني. تجمهر، متشبثة، بسالة، شجاعة، تجمع، متمسكة، تفرق. والسؤال الثاني: صل التركيب في العمود الأول بما يناسبه في العمود الثاني. استنفذ طاقته، حالت دون ذلك، مغشي عليه، فاقد للوعي، بذل كل جهده، حاول، ومنعت. أي عليك أن تصل التركيب بمعناه. والسؤال الثالث: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي. استبد القلق بالوالدين، تعني ألف اشتد خوفهما، أو باء زادت حيرتهما، أو جيم تدفق حنينهما. والسؤال الرابع: استنتج معنى الكلمة التي تحتها خط فيما يأتي. في هذه اللحظة الحرجة ضم البطل الطفلين إلى صدره. الحرجة هنا ما معناها؟ والآن مع أسئلة الفهم والاستيعاب. والسؤال الأول: ماذا كان يفعل الوالدان على شاطئ البحر؟ والسؤال الثاني: كيف اختفى الطفلان وراء الأمواج؟ والسؤال الثالث: من الذي بادر إلى إنقاذ الطفلين؟ والسؤال الرابع: ماذا طلب المنقذ إلى الطفلين ماهر ومريم؟ والسؤال الخامس: أين وجد المنقذ نفسه مع الطفلين في صباح اليوم التالي؟ والسؤال السادس: لما سقطت أم ماهر مغشيا عليها؟ أي ما سبب سقوطها مغشيا عليها، أي فاقدة للوعي؟ والسؤال السابع: كيف كرم سيد البلاد البطل المنقذ؟ والآن سنعرض الإجابات. إجابات معاني المفردات والتراكيب. والسؤال الأول: تجمهر أي تجمع، متشبثة أي متمسكة، بسالة أي شجاعة. والسؤال الثاني: استنفذ طاقته أي بذل كل جهده، حالت دون ذلك أي منعت، مغشي عليه أي فاقد للوعي. والسؤال الثالث: استبد القلق بالوالدين، أي ألف اشتد خوفهما. والسؤال الرابع: معنى كلمة الحرجة الصعبة. والآن سنعرض إجابات أسئلة الفهم والاستيعاب في الصفحة 73. وإجابة السؤال الأول: كان الوالدان يستمتعان بالنظر إلى طفليهما مريم وماهر وهما يلعبان بسعادة. وإجابة السؤال الثاني: فجأة هبت عاصفة سحبت الطفلين إلى عرض البحر. وإجابة السؤال الثالث: بادر أحد أبطال الدفاع المدني لإنقاذ الطفلين. وإجابة السؤال الرابع: طلب المنقذ إلى الطفلين الهدوء والتنفس من الأنف وعدم ابتلاع مياه البحر الشديدة الملوحة. وإجابة السؤال الخامس: وجد المنقذ نفسه مع الطفلين في منطقة أريحة بفلسطين. وإجابة السؤال السادس: بسبب اتصال ابنتها مريم بها بعد 16 ساعة عصيبة. والسؤال السابع إجابته: أمر بترقيته ومنحه وسام التضحية والفداء تقديرا لشجاعته وبسالته.
والآن عزيزي الطالب عليك أن تدون هذه الإجابات في الكتاب والدفتر. وشكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.